دكتور احنا معطيهم خبر وناشرين الرابط يعني نعم في المجموعة. تمام. And other exams, فيماليا روبيلا فيروس والفارسيلا تشيكن بوكس اند هيربس زوستر اللي هو النوعين عندنا التشيكن بوكس والشنجل. يعني اليوم محاضرتنا راح ناخذ عن الفيروسات اللي سبب لنا الاكزام فيما اللي هو القفح، يعني نوع القفح اللي يكون منتشر بالجسم وترافقه بعض الاعراض. راح نتطرق الى انواع بعض انواع الفيروسات اللي سبب لنا هذا النوع من القفح. الإكزانثيما إذا نجي نعرفها هي عبارة عن ميديكال نيم، يعني هي مصطلح نطلقه على من يجينا مريض اللي يكون جسمه منتشر به نوع من أنواع الطفح، وهذا الطفح يكون مصاحبة أعراض، يعني مو بس طفح وهذا، هو لازم وياه عندنا فيفر، عندنا ميلس، عندنا هيديك. بهاي الحالة راح نسميه بالإكزانثيما. عندنا it's usually caused by infectious conditions such as virus، يعني بالغالب الفيروسات هي اللي سبب لنا هذا النوع من الطفح، وممكن انه بعض انواع من البكتيريا. وهذا الطفح يتمثل انه اما ان يكون تفاعل الجسم ويا التوكسين، يعني السم اللي فرزه هذا المايكرو اورجانيزم، او نوع من الدامج تو ذا سكين، يعني يصير عندنا نتيجه انه المقاومه بين الجهاز المناعي وبين الميكروب راح يصير عندنا دامج تو ذا سكين، راح يظهر عندنا هذا الطفح، او عن طريق الاميون ريسبونس، يعني ايضا يصير هي الاستجابه المناعيه بين الجسم وبين هذا الميكروب. هسه راح اتطرق لها واشرح لكم اياها بالتفصيل. هذه الاستجابه المناعيه راح تؤدي الى ظهور هذا النوع من الرعش او ما يسمى بالطفح. What causes الاكزانثيما؟ الاكزانثيما طبعا بالغالب تصير during childhood and very common and are usually due to specific viral infection. الفيروسات اللي تسبب لنا الرعش او الطفح الجلدي هي الميزلز الحصبه والروبيلا اللي هي الحصبه الالمانيه، والتشيكن بوكس اللي هو المرض الجدري اكيد كلكم تعرفوه اللي سببه فيروس اسمه الفارسيلا. الطلاب واضح صوتي حتى اكمل؟ دكتوره واضح تمام. اي شيء عندكم يعني قولوا لي طلاب. راح ناخذ هسه الفيروس الاول اللي هو الميزلز فيروس، فيروس الحصبه. ناخذ الجنرال بروبرتيز، ومثل ما قلت لكم المحاضره السابقه الصفات الفيروس، هل هو مغلف، نوع الحامض النووي، ذني كل المهمات، الزوائد اللي موجوده على الانفلوب مالته، نوع الزوائد، كل زائده، يعني كل بروجكت وشنو الوظيفه مالته، ذني جدا مهمات. فنيجي هسه الجنرال بروبرتيز لفيروس الحصبه. اول شيء هو belong to the paramyxo virus، يعود الى عائله الباراميكزو فيروسز. من يتذكر المحاضره السابقه الباراميكزو فيروسز ايش اخذنا بيها يا فيروس؟ اكو احد يتذكر لي حتى لو فيروس واحد يعطيني؟ شنو عندي شوي على صوتك؟ الريسبيراتوري سينسيشن فيروس. ممتاز. احنا ذاك المحاضر اخذنا الارثوميكزو فيروس اللي بيها الانفلونزا، واخذنا الباروميكزو فيروس اللي بيها الريسبيراتوري سينسيشن فيروس اللي قلنا يصيب الاطفال ويسبب لهم نيمونيا وبرونشيولايتس. هسه اليوم راح ناخذ الميزلز فيروس، ايضا هو ضمن هذه العائله، ضمن عائله الباروميكزو فيريدي او الباروميكزو فيروسز. طبعا الفيروس هو سنجل ستراند ار ان اي جينوم، النوع الحامض النووي مالته سنجل ستراند ار ان اي. الشكل الفيروس يكون سفيريكال مثل ما تشوفون طلاب هذه الصوره، تشوفوا شلون شكله هنا كروي سفيريكال، والحامض النووي مالته مثل ما تشوفون هذا الالتفاف هيليكال حلزوني، هيليكال حلزوني، اذا هو سفيريكال وذ هيليكال سيمتري. هل هو مغلف؟ نعم هو من الفيروسات المغلفة. It has spike، عنده نوعين من السبايك طلاب، ضروري تهمنا تركزوا لي على هذا الشيء. عنده ال HNT جين اللي هو هذا هيم أجلوتينين،
اللي قلنا وظيفة الهيم أجلوتينين وظيفته في بداية الإصابة عن طريق يلتصق الفيروس بالخلية بالخلية المصابة. يلتصق الفيروس بالريسبتر الموجود على سطح الخلية المصابة حتى يدخل الفيروس إلى داخل الخلية. هاي وظيفة ثابتة للهيم أجلوتينين. ايضا الفيروس عنده بروتين اسمه فيوجن بروتين. هسه نيجي نشرح شنو هو هذا الفيوجن بروتين. فيوجن بروتين يمكن الفيروس انه ينتقل من خليه الى اخرى، وايضا يربط خليه مصابه بخليه غير مصابه، فيسمى بفيوجن بروتين اللي هو بروتين الالتحام. بروتين الالتحام يعني الغشاء مال الفيروس يلتحم بالغشاء مال الخليه ويمكن الفيروس من الدخول الى داخل الخليه، وهذا ايضا شرحته بالمحاضره السابقه. It has single serotype. طبعا بي سيروتايب واحد، وهذا من حسن الحظ اللي خلى انه ممكن ينوجد له لقاح، ويعني احنا نعرف فيروس الحصبة هو يعني متوفر بلقاح يطول الاطفال بعمر 15 شهر. هسه اللي هنا هذه الجنرال بروبرتيز، الصفات العامة والمهمة يعني لهذا الفيروس. نجي إلى السورس آند ترانسميشن. شنو مصدر هذه الحصبة؟ الحصبة فقط الإنسان هو الناتشرال هوست، يعني ما تصيب الحيوانات، الحصبة ما تصيب الحيوانات. هذا الفيروس موجود فقط بالإنسان، ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر، مو مثل من أخذنا الإنفلونزا، لا، من الإنفلونزا تصيب الطيور، تصيب الثدييات، تكون الحصبة تصيب فقط الإنسان. It is transmitted by inhalation، ينتقل عن طريق الـ respiratory system، عن طريق استنشاق الدروبلت اللي تحتوي على هذا الفيروس، طبعا عن طريق الجاف، عن طريق السنيزنج، ينتقل هذه وسائل انتقال الحصبة. It has a high communicable with يعني هو جدا معدي، طلاب جدا معدي، نسبة العدوى مالته تصل إلى 90%. نيجي هسه الى الباثوجينيسيس، الامراضيه لهذا الفيروس. الفيروس انيشلي انفكت ابيثيليال سيل اوف تراكيا اند برونشا، بالبدايه يصيب لنا التراكيا والبرونشا اوف ذا ريسبيريتوري تراكت. بعدين وين يتضاعف؟ يتضاعف باللنف نود مالت التراكيا والبرونشا، باللنف نود الخلايا اللمفاويه. وين يروح بعدين؟ يروح يدخل للبلاد ستريم، يسبب لنا الفيريميا. طلاب من سمعون فيريميا معناتها وجود الفيروس بالدم. عندنا بعض الفيروسات عندها برايمري فيريميا وسكندري فيريميا، مثل عندكم الايدز، وايضا عندنا هسه راح نيجي الفارزيلا زوستر، عندهم ذني نوعين من الفيريميا، يعني مرتين يدخل للدم، اول مره يطلع يصيب غير اعضاء، بعدين يروح يسوي فيريميا مره ثانيه. الحصبه لا، الحصبه عندها البرايمري، عندها وحده يعني فيريميا، بعدين تروح وين؟ تروح الى السكين اند ميوكوسا، يسبب لنا الماكيولا بابيولار راش. طلاب من السمعون ماكيولا بابيولار راش اللي هي البقع الحطاطيه، هاي صفه مميزه للحصبه، يعني مباشره من يجيك كيس او تجيك يعني مثلا اختيارات تسمع الماكيولا بابيولار راش مباشره نقول ميزلز فيروس، هاي صفه مميزه للميزلز فيروس. شو تتكون هذه الماكيولا بابيولار راش؟ عندكم السيل ميديت اميونيتي، اذا اكيد اخذتوها، اللي هي الاستجابه المناعيه الخلويه. عندنا نوعين من الاستجابه المناعيه طلاب، عندنا استجابه مناعيه خلويه واستجابه مناعيه خلطيه. الاستجابه المناعيه الخلطيه هاي منتهي من عندها اسام مضاده، من يدخل الميكروب تروح تسوي له نيوترلايزيشن، يعني تلتصق عليه. وعندنا السيل ميديت اميونيتي، هسه انتم ما مطلوبه من عندكم الميكانيكيه. السيل ميديت اميونيتي نتيجة مهاجمة السيتوتوكسيك تي سيل اللي هي الخلايا التائية السامة، هاي تشتغل في حالة الفيرال انفكشن. السيتوتوكسيك تي سيل طلاب اللي هي السي دي 8، ماخذيها ذي لو ما ماخذيهن؟ طلاب ماخذين السي دي 8 والسي دي احكي يعني ماني ما اريد ادوخكم بشغلات ما اخذيها. هو
قبل ما يشتغل تشتغل في الإصابات الفيروسية. فعندكم هذه الماكلوبابينيتي تهاجم الخلايا اللي ميزلز انفكتد فاسكولار اندوثيلس، الخلايا المصابة بهذا الفيروس اللي موجود بالسكن، الخلايا الموجودة بالسكن والمصابة بالميزلز فيروس، راح تظهر عندنا هذه الحالة تسمى بالماكلوبابيولار راش. ايضا عندنا من الاستجابة المناعية الانتي بوديز اللي هي الهيومورال اميون ريسبونس. هذه الانتي بودي على ما تشتغل طلاب؟ تشتغل على الاتش بروتين اللي هو الهيم اجلوتينيشن بروتين اللي موجود، قلنا وين موجود؟ على الانفلوب. وين تجي هاي النيوتراليزيشن؟ تسوي لها شلون معادله يعني ما تخليها ترتبط بال ريسبتر اللي موجود على جسم، فبهاي الحالة تمنع الإصابة. أيضاً إيش راح يصير عندنا؟ عندنا حالة اسمها نيوكليتيد جاينت سيل، مولتي نيوكليتيد جاينت سيل، بمعنى إنه الخلايا المصابة تفرز على سطحها بروتين اسمه فيوجن بروتين. يخلي الخلايا المجاورة إلى الان انفكتد اللي هو الغراب. نتيجة شنو؟ نتيجة انه الفيروس عنده الاف بروتين اللي هو بروتين الالتحام. فبهاي الحالة الخلية المصابة الخلايا المصابة يم الخلايا الغير مصابة نحن، فيصير عندنا بالنهاية يعني يسموها جاينت سيل، خلايا عملاقة. ليش؟ لأن تيجي ترتبط خلايا مصابة وخلايا مو مصابة، فراح تتكون عندنا هاي الظاهرة المالتي نيوكليتيد جاينت سيل. فتخلون ببالكم انه الميزلز فيروس يسوي عندنا المالتي نيوكليتيد جاينت سيل. طبعا عندنا عدة فيروسات، عندنا السيتوميغالو فيروس بس ما مطلوب من عندكم، ايضا يكون هذه الحالة. وعندنا الميزلز فيروس ايضا يكون هذه الحالة المالتي نيوكليتيد فيروس، قابلية انه يسوي ايفيجن يعني يهرب من الجهاز المناعي، يعني ما يخلي الاجسام المضادة الانتي بوديز تسوي له نيوتراليزيشن. هاي طبعا واحدة من عوامل الضراوة الموجودة على الهروب من الجهاز المناعي، او انه مباشره ينتقل دايركتلي سيل تو سيل باي اف بروتين. ايضا الفيروس له القابليه على انه يهرب من الجهاز المناعي عن طريق يسوي اميون سبرشن، يعني اما انه يفرز بعض المواد يسوي، يعني ما مطلوبه من عندكم يسوي اميون سبرشن، يعني انه تقلل من الجهاز المناعي. فبهاي الحاله الجسم ما يستطيع يعني محاربه الفيروس، تسمى بالاميون سبرشن. شوفوا طلاب، هو الحصبة صفة مميزة للحصبة. جاف كوريزيا اند كونجكتيفايتس يعني التهاب بالملتحمة. After a few days يعني مثل ثلاث أيام راح يصير small white spot on inflamed buccal mucosa. الطلاب الصفة الأخرى المميزة بالحصبة إنه تشوف الأطفال المصابين من تفتح يعني الماوث مالته الفم راح تلقى white spot يعني نقط طبعا تكون تانية كلش ناعمة صغيرة موجودة على باطن الخد مالته، موجودة بالداخل تسمى بالكوب لايك سبوت.
ايضا اذا يجيكم مثلا كيس يعني مثلا طفل بكذا امر عنده هذه الحاله بالبكل ميوكوسا مثلا شافوا انه عنده وايت سبوت او اقول لكم مثلا بس كوب لايك سبوت مباشره انت لازم تعرف انه هذه الميزوز فيروس. طبعا ورا ما الطفل مثلا اجى طفل جابته امه يعني مسخن وعنده هاي الاعراض يعني مثلا فتحنا الفم مالته شفنا عنده هاي النقط البيض نقول لها لا تخافين هذا بيحصبه يعني نقولها روحي ورا فتره يعني فتره اقل اسبوع يعني راح تظهر بجسمه الماكلو بابيولار راش فلا تخافين يعني ايش راح تظهر عنده اعراض يعني لا تخافين هذا هو الحصبه. فشون عرفناها عن طريق الاعراض مالته اللي هي وحده من عندها قلنا وجود الكوب لايك سبوت هذه ايضا صفه تخلوها ببالكم مميزه لفيروس الحصبه. طبعا بعض اكثر الحالات يصير بالاطفال الكوميونيكيشن المضاعفات انه تصير مول نيوتريشن children and immune compromised patient like otitis media pneumonia defense عندكم الادينسفلايتس ان بريجننت وومن ما يليد تو ذا بالمراه الحامل يعني يؤدي الى stillbirth يعني انه الجنين يموت بداخل يعني بطنها فيصير عندها اسقاط. One infection confer lifelong immunity الاصابه الشخص يصاب مره واحده لان يصير عنده مناعه طول العمر. عندنا laboratory diagnosis طلاب laboratory اما عن طريق serological test like ELISA اكيد كلكم سامعين بالELISA انه الشخص ناخذ من عنده البلاد ونسوي له centrifuge ناخذ المصل مالته ونشوف الجلوبيولينات المناعية اللي هي الاي جي جي والاي جي ام هاي تحتاجون اشرحها لكم طلاب هي ما مطلوبة. الو طلاب تسمعوني؟ ما مطلوبة بس مثلا يجيكم كيس مثلا اجيب لك كيس مثلا اقول لك يعني قول لي شنو المرض شنو المسبب شنو التشخيص فالتشخيص مثلا اذا كان الكيس ميزوس بس تقول لي سيرولوجيكال تيست لايك إلايزا والجينيتيك تكنيك لايك بي سي ار ذني بس هيجي ما مطلوبة من عندكم. نيجي لكم نعم يعني اخذتوهم بالتفصيل؟ اوكي تمام بالضبط يعني انا ما راح اقول لك اشرح لي اياها بس انا ما اريد شيء بالمحاضره انتم بس مصطلح ما تفتهموه اذا ما اخذيه هذا هو الكنترول طبعا ماكو نو سبيسيفيك يعني ثيرابي لكن انه ممكن انه ينطون هذا الرايفارين ويعطون لقاح اللي هو الام ام ار طلاب الام ام ار هو عباره عن ميزلز مامب اند رابيلا فاكسين يعني هذني ثلاث فيروسات اللقاح مالت جمعوهم بلقاح واحد الميزلز الحصبه المامب اللي هو النكاف والرابيلا اللي هي الحصبه الالمانيه هذني ينطون للاطفال بعمر 15 شهر للاطفال بعمر 15 شهر راح نيجي النوع الثاني من الحصبة اللي هي رابيلا فيروس الحصبة الألمانية طبعا الحصبة الألمانية تعود إلى عائلة اسمها التوغو فيريدي أيضا سينجل ستراند آر إن إي لكن هناك كان شكل الفيروس سفيريكال وذ إيكوزاهيدرال هنا راح يكون سفيريكال وذ الكابسيت مالته إيكوزاهيدرال هناك هيليكال هنا إيكوزاهيليكال نيوكلوكابسيد اللي هي قلنا ذات العشرين وجه مثل شكل الجوهرة مثل ما تشوفون هنا هذا هو شكل النيوكلوكابسيد للفيروس طبعا يحتوي فقط على الاتش بروتين وهو انفلوب للفيروسات المغلفة ويحتوي فقط على الاتش بروتين الفيروس يتضاعف بالسيتوبلازم اوف انفكتد سيل بالسيتوبلازم مال الخلايا المصابة وايضا يمتلك سنجل سيروتايب لذلك يعني هذا الشيء خلى من السهوله انه نلقى له لقاح. المصدر مالته والترانسميشن ايضا للانسان هو فقط الناتشرال هوست اند فيروس ترانسميتد فيروس نفس طبعا طريقه انتقال الحصبه ايضا ينتقل عن طريق ريسبيرتوري دروبلت.
وينتقل من الأم إلى الفيتوس عن طريق البلاسينتا. طبعاً the virus is found in the يعني بالدم مدة من 5 إلى 7 أيام after infection and spread through the body، يعني ينتقل خلال الجسم. عندنا مصطلح الأكواد دروبلة is transmitted via airborne droplet emission from the upper respiratory tract of active case. يعني ده يقول إنه هي شلون تنتقل؟ تنتقل عن طريق الأيربون دروبلت بالأشخاص اللي هم بحالة الأكتيف، يعني بحالة الأكتيف يعني مصابين بحيث ينقلون الإصابة، بحالة الأكتيف كيس يعني مو الشخص اللي بالمراحل الأخيرة من الإصابة أو الشخص الطيبان، لا الشخص بعده بحالة الأكتيف كيس. طبعا الفيروس ممكن أن يتواجد باليورين وبالفيسز and on the skin. الباثوجينيسيس اند اميونيتي، الفيروس انفكت الانفكت اند ريبليكيت از ان نازوفارينكس اند ذن سبريد تو ذا لوكال ليمف نود، يسوي عندنا الليمف ادينوباثي، بعدين ينتقل عن طريق البلاد يروح للانترنال اورجن اللي هي شنو عندنا السبلين والكدني والجوين، يعني الطحال والكلى وعندكم المفاصل، بعدين يروح لمن يروح الى سكيم. طبعا بحالة الكونجنتال الفيروس هنا يصيب البلاسينتا، بعدين وين يروح؟ يروح ينتقل للفيتس للجنين. عندكم بالميزوز فيروس طلاب، بالميزوز فيروس ما عندنا حالة الكونجنتال فيروس، يعني مباشرة إذا الأم أنصابت يعني بالميزوز فيروس بالثلاث أشهر الأولى مباشرة الجنين يموت، يصير عندنا الستيل بيرث، يعني المرأة يصير عندها المرأة البريجننت وومن يصير عندها إسقاط. هاي بحالة الميزاس يعني يكون جدا سيفير، لكن بحالة الروبلة إذا المرأة يعني البريجننت وومن أنصابت تصير عندنا حالة الكوجينتال. الكوجينتال يعني شنو؟ الكوجينتال إنه الطفل يعني ينولد أما أن يصير عنده يعني هسه راح أشرح لكم إياها، يصير عنده عيوب خلقية أو يصير عنده يعني يولد الطفل يعني عنده مشاكل بالقلب أو عنده مشاكل بالدماغ أو يصير يعني وحدة من العيون مالته أو اثنيناتين يعني يصير أعمى، يسموها العتمة بعدسة العين، بينما هاي الحالات بالميزلز فيروس ما موجودة. أيضا نفس الحالة الراش اللي قلنا الطفح أما ينتج نتيجة السيل ميديت إميونيتي أو عن طريق الأنتيبودي أنتيجين ريأكشن اللي يصير عندنا الفاسكولايتس. The infection confer a lifelong immunity. طبعا الفيروس ايضا ينطي مناعة طول العمر مثل الميزلز فيروس. Secondary infection of rubella don't occur، ما يصير عندنا بي secondary infection قلنا لان هو ينطي مناعة طول العمر. The sign and symptom after incubation period اللي هي قلنا من 14 إلى 21 يوم the primary symptom of rubella appear يعني حتكون راش اللي هي الإكزانثيما on the face will spread to the trunk، بالبداية تكون على الوجه وبعدين راح تنتشر للترانك واللام ولو يعني وياها لو فيفر. and lymph adenopathy يعني هي التضخم بالغدد اللمفاوية. joint pain، ألم بالمفاصل، headache، conjunctivitis، وبعدين يصير لها فيد افتر 3 دايز يعني ورا 3 ايام راح يعني هاي الاعراض تبدي تخف. المين كلينيكال ايفنت قلنا عندنا البوست ناتال رابلا. البوست ناتال رابلا طلاب انه الطفل النيونيت وتشيلدرن يعني ورا ما ينولد تصير عنده هاي الاعراض، فنسميها بالموست ناتال بوست ناتال رابلا اللي هي ما بعد الولاده، ما بعد الولاده تصير عنده هاي الاعراض. الكوجنتال الرابلة لا، وهو بداخل يعني هو بعد فيتس تنتقل للاصابه. طبعا اذا هو يعني بعد يعني بداخل يعني الرحم وصارت الاصابه اللي راح يصير اما مالفورميشن او يصير عنده الكاتراكت او ديفينس او يصير عنده كارديك ابنورماليتي اند ميتال ريتارديشن، يعني مهمات طلاب تحفظوهن. الكوجينيتال مانيفستيشن او مول فورميشن ذني طلاب جدا مهمات يعني تفيدكم بحل الكيسات. وايضا بالساعه اللي يعني هسه وراي الساعه الثانيه الدكتور عدنان حنظل راح يشرح لكم بالتفصيل، لان هو طبيب هو اختصاص فراح يشرح لكم بالتفصيل ذني كل مرض وشنو اللي يصير به.
laboratory diagnosis the virus can be culture on continuous cell line. طلاب هنا الفيروس حتى يشخصه ساعدنا الميزلز قلنا التشخيص اما عن طريق الإلايزا او البي سي ار. هنا التشخيص مالته اما كلتشر للفيروس يزرعون الفيروس. طبعا الفيروس شلون ينزرع؟ ازرع لا اكو الى خلايا جاهزه اشتري ازرع بها مثلا من نوع هاي الخلايا عندكم الرابط كدني سيل اللي هي الكليه مالت الرابط يعني شلون محضريها وضايفين لها مواد بحيث تكون صالحه للزرع. وايضا عندنا نوع ثاني من الخلايا اقدر ازرع بها اسمها الفيروسال لان هي خلايا جاهزه يعني اشتريها وازرع بها حتى اشخص الفيروس. او انه detection of specific antibody by serologic test يعني او انه اني عن طريق السيرولوجي الفحوصات المصليه اقدر اكشف عن طريق التحري عن الانتيبودي اقدر اكشف انه هذا الشخص مصاب بهذا الفيروس او لا. طبعا detection of IgM in serum اذا سويت اخذت يعني من مريض مصاب اخذت بلاد من عنده وسويت له فحص اذا طلع عندي الاي جي ام هاي شنو معناته انه هو ريسنت انفكشن اصابه حديثه. لان مثل ما نعرف الاي جي ام تتكون ورا الاصابه بسبعه الى عشرة ايام يبدا الجسم يكون الاي جي ام يعني ورا ما ينصاب الشخص بالفيروس ورا فتره يعني سواء فيروس او بكتيريا او اي مايكروب الجسم يبدا يكون الاي جي ام ورا فتره من اسبوع الى 10 ايام. فمباشرة من يطلع عندي اي جي ام راح اقول انه هذه ريسنت انفكشن اصابة حديثة. طبعا الاي جي ام يبقى لمدة شهر الى شهرين ورا يبدي يتكون عندي الاي جي جي. من اشوف عندي اي جي جي يعني متكون اقول هذه مو اصابة حديثة يعني اصابة صار لها فترة اشهر يعني ست شهور وفوق. من طلاب no specific treatment ماكو يعني علاج فاكسين اللي هو ميزلز مام روبيلا فاكسين. هاي طلاب تحفظوها مثل ما حافظين اسمكم. واللقاح انطيه بعمر 15 شهر. ليش انطيه بعمر 15 شهر؟ لان قبل ال 15 شهر اذا كانت الام مصابه احتمال انه الاجسام المضاده عابره من البلاسنتا رايحه رايحه للجنين. فالطفل يولد من يولد عندي الطفل الحس 6 اشهر هو راح يكون ممنع يعني هو عنده الاجسام المضاده اللي ماخذها من امه. فلازم اني ورا يعني الا 15 شهر يلا ابدي انطي هذا اللقاح. طبعا اللقاح ما انطي لا للمراه الحامل ولا انطي للاميون كومبرومايز انديفيدوال للاشخاص اللي هم قليلين المناعه اللي هم اهل الايدز اللي ماخذين اللي هم اللي السرطانات لان ياخذون يعني هاي المواد المشعه واللي يتعالجون بالعلاج الكيميائي هذول ما انطيهم هذا اللقاح لان اللقاح عباره عن لايف اتنويتد فيروس هو مو فيروس مقتول فيروس مضاعف فاحتمال انه يتنشط بجسمهم ويسوي لهم اصابه. واضح طلاب؟ تخلي ببالك انه اللقاح الام ام ار هو لايف اتنويتد فيروس هو مو كولد فيروس وانما لايف اتنويتد فيروس. فاذا انطيت الشخص مناعته ضعيفه راح يتنشط بداخله وخطيه يعني يسبب له مشاكل. واذا انطيته للمراه الحامل ايضا راح يتنشط بداخله ويسبب لها اصابه. اللي هنا واضح طلاب؟ واضح نعم. عندنا الفيروس الثالث والاخير اللي هو الفارسيلا زوستر فيروس. طبعا هو يعود الى عائله الهربس فايريدي. طلاب عائله الهربس فايريدي عائله جدا واسعه تتكون يعني من سب فاميلي عندها الالفا هربس فيروس وعندها الجاما وعندها بيتا يعني فيروسات جدا يعني جدا كثيره بهذه عائله الهربس فايريدي بس ما مطلوبه من عندكم اني حطيكم فقط الفارسيلا زوستر فيروس. طبعا هو من الفيروسات المغلفه هو دي ان اي فيروس يسوي لاتنت انفكشن يسوي اصابه كامله وممكن انه هذه الاصابه تبقى مدى الحياه يعني يبقى الفيروس مدى الحياه هو كامل بداخل الجسم وما يسبب لنا اعراض لكن بحالات خاصه هسه نجيها ممكن انه يتنشط ويسبب لنا مشاكل. النوع الحامض النوب هذا الفيروس طلاب من نوع اللاينر دبل ستران دي ان اي قلنا الفيروس هو ليبيد انفلوب يعني يحتوي على هذا الغلاف الدهني.
ويحتوى على الببلومير. الببلومير طلاب ذنين دا تشوفوهن ذني الزوائد ذني نسميهم بالببلومير. ايضا يحتوى على تيومنت اللي هو هذا مثل الغشاء موجود بين موجود بين هذه الكابسيد هذه الخضره بين هذه الخضره وبين هذا الغلاف موجود هذا يسمى بمن يسمى بالتيومنت بين هذه يعني هو هذا اللون الاخضر موجود بين هذا الاخضر الشفاف وهذا اللون الوردي يسمى بالتيومنت. وطبعا مولتبلاي وين يضاعف يضاعف بالنواة مع الخلايا المصابة بينما الروبيول لقينا وين تضاعف تضاعف بالسيتوبلازم. طبعا الفيروس يكون انترا سيلولار انجليوجين بادي اللي هي سميها بالأجسام الملتحمة تسمى بالكود راي تايب اي. طبعا هاي المكتشف مالتها تسمى بالكود راي تايب اي ما مطلوبة من عندكم بس يعني تعرفوا لي انه هو يكون انجليوجين باديز. يعني مثلا اجيب لك كيس مثلا فيروس يعني صاب كذا شخص بكذا عمر وبالتشخيص لقينا انه عندنا انجلوجين باديز فاقول لك شنو هذا الفيروس شنو اسمه شنو اللي يعني المرض اللي سببه شنو طريقه الانتقال هاي نوع الكيسات اللي تجيكم فالصفات تركز لي عليها. هي شنو هاي الانجلوجين بادي طلاب؟ انجلوجين بادي عباره عن تجمعات من الحامض النواه مالت الفيروس وبروتين الخليه المصابه فيسوي لي الانجليوجين بادي عشان الخلايا الملتحمه من يجون يشوفوها بال يعني بالاميون فلورسس ميكروسكوب او بالالكترون ميكروسكوب يشوفوها شلون الخلايا المتجمعه فيسموها بالانجليوجين باديز. طبعا هنا الكود راي تايب اي واقليا عندنا اكو كود راي تايب بي ديك تتكون بفيروس المسبب لشلل الاطفال ديك تسمى بالكود راي تايب بي بس من يسمعون كود راي تايب اي لا بارسيلا زوستر. شو طريقة انتقال البارسيلا زوستر فيروس؟ ينتقل طبعا الهيومن هو الناتشورال هوست هاي متفقين عليها مثل الميزوس والرابيولا فيروس. البارسيلا زوستر طلاب هايلي كونتيجيوس يعني هو جدا معدي وينتقل عن طريق الريسبيراتوري سكريشن الافرازات التنفسية وينتقل عن طريق الدايركت كونتاكت. هو طبعا طلاب ابو خريان اكيد كلكم سامعين به هو نفسه ابو خريان نفسه هو البارسيلا بين قوسين تشيكن بوكس. نيجي الى الباثوجينيسيس البارسيلا زوستر فيروس initially infect epithelial cell of the mucosal layer of the upper respiratory. طلاب تسمعوني؟ اي نعم دكتوره. نعم يعني عندكم هنا قلنا اول بالبدايه يصيب الخلايا المخاطيه او الطبقه المخاطيه للريسبيراتوري تراكت بعدين راح سبريد ينتقل ويتضاعف باللينف نود ويدخل المن يدخل البلاد ستريم. طلاب هاي الميكانيكيه تحفظوها سواء بي او بالحصب او بالميزوس او بالروبيلا انه بالبدايه هو يصيب الابر ريسبيراتوري تراكت وين يروح؟ يروح يتضاعف باللنف نود، اللنف نود اللي موجوده بالابر ريسبيراتوري تراكت وين يروح يدخل؟ راح يروح يدخل البلاد ستريم. هنا عندنا نوعين من الفيريميا بالفارسيلا زوستر. الفيريميا الاولى تسمى بالبرايمري فيريميا. بعدين وين راح يروح؟ راح يروح ينتقل للليفر والسبلين بعدين then disseminated وين يروح؟ يروح يدخل مرة ثانية للدم راح يسوي عندنا secondary viremia back to the respiratory tract وروح يروح يرجع للrespiratory tract اللي هي الميوكس ممبرين بعدين وين يروح؟ يروح للسكن وين ذا الفيسكولار راش أكر اللي هي الطفح الحويصلي راح يصير عندنا. أكيد كلكم شايفين صورة يعني الأبو خريان شايفيها طلاب؟ اي دكتورة شايف. نعم البارسيلا زوستر فيروس spread to the inverting neuron and then transport to the dorsal ganglia. طلاب الفيروس حتى يسوي latent infection وين يروح؟ يروح يختل يعني ورا ما سوى هاي الأصابة وهاجم الجهاز المناعي ما يعني الجهاز المناعي ما يقضي عليه نهائيا وين يروح يشرد يقتل يروح للدورسال جنجليا اللي هي الاعصاب الظهريه هناك يروح يقتل ويسوي لاتنت ستيت يسوي اصابه كامنه يشرد من الجهاز المناعي يروح يسوي اصابه كامنه بالدورسال جنجليا يعني شلون يكمل بعد ما يتنشط فالجهاز المناعي ما يهاجمه بس هو وين يروح؟ يروح هناك يكون كامن شلون خاتل بالدورسال جانجليا ايش وقت ما الجهاز المناعي يضعف
يعني هسه مثلا تقولوا لي شو وقت يعني يضعف بحاله الالدرلي الاشخاص الكبيرين بالعمر، يضعف بحاله الاشخاص اللي مثلا مسوي له نقل مال اعضاء، يعني هسه مثلا شخص نقلوا له فت كليه، اكيد انتوا درستوا هذا الشيء انه اي شخص يعني ينقلوا له عضو لازم شو يسووا للجهاز المناعي مالته؟ نسوي سبريشن دكتور. اي ليش؟ حتى الجهاز المناعي ما يهاجم هذا العضو يسووا له شنو؟ يسووا له اميون سبريشن. فبهاي الحاله شلون راح يكون هذا الشخص مناعته قويه لو ضعيفه؟ راح تكون مناعته ضعيفه. فبهاي فبسهوله انه هذا الفيروس مباشره مجرد ان شاف انه اكو خلل بالجهاز المناعي مباشره يتنشط. من يتنشط عندنا هذا الفيروس ايش راح يسبب عندنا؟ راح يسبب عندنا نوع اخر من الاصابه اسمها الشنجل. اسمها شنو؟ اسمها الشنجل. هسه راح نيجي نشرحها. فيقول reactivation of latency can trigger by an increase age and immune اللي هو اما بزياده بالعمر او immune compromise او بحاله اللي هم الكانسر او ايضا المصابين الايدز ايضا يصير عندهم اميون كومبرومايز، راح يتنشط عندهم هذا الفيروس ويسبب حاله اسمها الشنجل. واضح اللي هنا؟ الديزيز اند كلينيكال فيتشر، طبعا البرايمري انفكشن اوف الفارسيلا زيستر فيروس قلنا نسميها بالتشيكن بوكس. طلاب يعني الشخص المصاب بالتشيكن بوكس بأبو خريان ممكن انه يعني بأي مرحلة من مراحل عمره يصير له يعني شنجل، انه يصير له reactivation لهذه اللاتنت انفكشن ويصير عنده شنجل. فبرايمري انفكشن اوف varicella zoster virus is called varicella infection chicken pox لتكون highly contagious disease is usually occur in children. The infection has incubation period. هذني الانكيوبيشن بريود طلاب ما مطلوبة من عندكم بس يعني للتوضيح، راح تصير وراء فترة الحضانة، راح يصير عندنا الأعراض فيفر ماليس أتش هذني أتش العفو طلاب ذني تحفظوا إياهم. بالبداية راح يكون عندنا الأتش، بعدين وراها الفيسكولار راج، بعدين وراها راح تصير الماكيول، بعدين الباستول، بعدين السكاب. ذني بالسرة بالتسلسل تحفظون المهمات يفيدوكم بحل الكيسات. The lesion generally bang on the head and face and progress to the trunk and بعدين تنتشر يعني بالبداية على بالوجه بعدين تبجي تنتقل إلى باقي الجسم. قلنا recurrent infection تسمى بالشنجل، هو sporadic disease يعني هو ما مو بعمر معين، يعني أما يحدث بالأدلت أو يحدث بالكبار يعني بكبار العمر، أو يصير له reactivation of يعني نتيجة reactivation of varicella zoster virus. طلاب عندكم هذا هنا، أنا شوية اليوم شوية انفلونزا. عندنا ال complication of varicella infection include المضاعفات مالته، أما يصير عندنا varicella pneumonia أو varicella encephalitis and bacterial super infection. ممكن طلاب إنه الإصابة يرافقها bacterial super infection of the skin, maternal infection during pregnancy can cause congenital. إذا المرأة الحامل ممكن أن يصير عندنا حالة congenital varicella syndrome مثل حالة الرابلة. الكوجنتال فارسيلا سيندروم ايش تتميز؟ يصير عندنا بيرث ديفكت، نفس هذيك الأعراض تقريبا. وأيضا من المضاعفات يصير عندنا نيورولوجيا اللي هو الالتهاب الأعصاب. زين اللايف دايجنوسيس ممكن إنه أشخصه أو أحدده بالإلكترون ميكروسكوب المجهر الإلكتروني، وأيضا أشوف المالتي نيوكليتي جاينت سيل اللي شرحتها لكم قبل شوية. أيضا شلون أشوفها؟ قلنا عن طريق أسوي سكراب، أخذ يعني أسوي سكراب أخذ مسحة أو أخدش يعني هذني البابيول أو الفاسكولار وأسوي لها تصبيغ، فراح أشوف المالتي نيوكليتي جاينت سيل اللي قلنا هي عبارة عن مجموعة من الخلايا المصابة. وممكن انه اني ازرع الفيروس وايضا اعزله بالسيل كلتشر، وايضا عن طريق السيروجيكال تيست ممكن انه اني اسوي تشخيص لهذا الفيروس. العلاج مال الطلاب هو سايكلوفار،
السايكلوفار يشتغل على الدي ان اي بوليمراز. السايكلوفار طلاب علاج جدا ممتاز للفيروسات بمجموعه الهربس فايريدي، مثل عندكم هاي لطمه الحمى اللي تطلع بالفم، مجرد انه تخلوا لها سايكلوفار هي مباشره تروح. ليش؟ لان السايكلوفار يشتغل على الدي ان اي بوليمراز. الدي ان اي بوليمراز كل احنا نعرف انه دوره بعمليه التضاعف، فهذا السايكلوفار يمنع عمل الدي ان اي بوليمراز، فبهاي الحاله يمنع الفيروس انه يسوي ريبليكيشن فيوقف دوره حياه الفيروس، يوقف الريبليكيشن مالته فيمنع لي الاصابه. طبعا اذا السايكلوفار ما اشتغل اكو علاج ثاني اسمه ميروفار، واكو ايضا هنا عندكم الفوسكارنت ايضا ممكن يستخدموه. هاي خليت لكم مقارنة طلاب بين التشيكن بوكس والشنجل، مقارنة بيناتهن، يعني خاف أحد يسأل شنو الفرق بيناتهن. موجودة هذه التشيكن بوكس يصيب التشيلدرين، هذا عادة يصيب البالغين. ليش؟ لأن احنا قلنا هو هذا الشنجل نتيجة إصابة الأطفال يعني صغار بالعمر، هو مصاب بالجدري من يكبر العفو أصاب بأبو خريان من هو طفل، من يكبر يعني يصير بالغ او يصير يعني يكبر بالعمر elderly او الصبي، هاي الامراض اللي تؤدي الى قله بالمناعه راح يصير ريكورنت عاده يعني تنشيط لاتنت انفكشن فيصير عنده شنجل. فبالتالي التشيكن بوكس يصيب الاطفال والشنجل تخلوها ببالكم اللي هو يصيب الادلت البالغين. السبتم مالت الشنجل التشيكن بوكس هسه شرحناها، يكون فيفر فلو لايك سبتم اند سوولين جلاند، بينما الشنجل راح تكون فيفر والمسل بين. ايضا التشيكن بوكس الراش تكون تاني بلاستر which is right to form scab. هنا الراش تكون typically on the torso or face will grow into pus fluid plaster، يعني تكون مليانة بالباس which turn into crust. طبعا هنا هو highly contagious مثل ما قلنا جدا معدي، highly contagious. هنا الشنجل مو هو معدي طلاب، لكن الفيروس ممكن ان ينتقل يعني من مثلا هنا. شلون اوصلها لكم؟ يعني الشخص المصاب بالشنجل ما يعدي شخص ثاني، ما يسوي له شنجل، لا، ينقل الفيروس من عند الشخص الثاني، بس من ينتقل للشخص الثاني يسوي له تشيكن بوكس. واضح اللي هنا طلاب؟ يعني شخص مصاب بالشنجل من ينقل الفيروس الشخص الثاني، ذاك الشخص اللي انتقل الفيروس ما يصير له شنجل، لا، يصير له تشيكن بوكس، ونفس ما حكيت لكم وشون يهاجم الجهاز المناعي ويسوي لاتنت انفكشن بالدورسين جانجليا، وبعدين تبقى الشخص هو وحالته يعني هو وحياته من يكبر او يصير بامراض تقلل المناعه ذيك الساعه، يصير له ريكورنت فور لاتنت انفكشن فيصير له شنجل انفكشن. واضح اللي هنا طلاب؟ احد عنده سؤال؟ السلام عليكم دكتورة. هلو أني دكتورة، بس بالنسبة للميزلز والرابلة يعني انها شرط هي يكون يعني البرجنسي تكون بالأشهر الثلاثة الأولى؟ لا مو شرط، إذا هي بالأشهر الثلاثة الأولى شوفي، إذا بالأشهر الثلاثة الأولى جدا خطرة يعني الطفل لازم، أما بحالة الروبلة ينولد يعني عنده هاي الأمراض ذكرتها، أو بالميزوس لا، بالميزوس يكون جدا سيفير فيصير ستيل بيرث يعني الطفل يموت ويصير إسقاط. لكن إذا لا ورا الثلاث أشهر، يعني ورا الثلاث أشهر تكون يعني الخطورة أقل، مو شرط بالثلاث أشهر، يعني احتمال ورا الثلاث أشهر الأمرأة تصاب مو شرط يعني. بس هو بالثلاث اشهر ما الجنين ما ينجو يعني سواء بالميزوز او بالروبيلا. دكتوره وبالنسبه للروزيلا فايروس يعني انها من بالثلاث اشهر لو عادي باي شهر يعني من الحمل؟ باي شهر حبيبتي ماكو، هو باي شهر ممكن انه ينصاب، يعني ممكن خلال الولاده، يعني امه مصابه مثلا خلال الولاده يعني خلال من يمر بالبرث كانال يعني ممكن انه ينتقل له، يعني حال بعض عندكم البكتيريا، اكو بعض البكتيريا ما اعرف ممكن مو اني انطيها غيري يعني انطيها
تكون بعض البكتيريا ممكن أن تصيب يعني الجنين وهو بداخل يعني الرحم، وممكن انه من يمر يعني الكنال بيرث يعني انه يصاب، فما لها وقت محدد. لكن اذا نحكي كخطوره، لا اي لها وقت محدد بالثلاث اشهر جدا خطر، يعني بعد الجنين ما متكون يعني اعضاءه ما متكونه، يعني هو بحاله نمو، فيعني يطلع مشوه. وبالميزوس لا يعني تكون جدا سيفير، فيعني يموت الجنين ويصير عندنا ستول بيرث. دكتوره شكرا. هلا عندكم بالعشرة محاضرة دكتور عدنان، مو تنسون يعني. طلاب مثل ما يعني قلت لكم تركزوا لي الستركتشرات مالت الفيروس، الحوامض انه الحامض انه ترى تجيكم ام سي كيو، يعني انا يعني كاختصاص فيروس اجيب لك كيس مثلا، اجيب لك كيس بس اركز على اختصاصي، اريدك تعرف شكل الفيروس، اريدك تعرف نوع الحامض النووي، اريدك تعرف نوع السبايك الموجوده به. هسه صارت عندكم يعني لحد هسه هواي فيروسات، لازم تعرف لي كل فيروس وشنو السبايك الموجودة عليه، شنو بمن يستخدمها، شنو وظيفتها، يعني هذا الفيروس يا فيروس إلى لقاح، ليش ما إلى لقاح، ايش قد السيروتايب مالته، ذني جدا مهمات تركزوا لي عليهن، طرق الانتقال أيضا، وطبعا تركزوا لي أيضا على هذني الفيريميا، سكند فيريميا، برايمري فيريميا، تفيدك بحل الكيسات. يا فيروس يكون مالتي نيوكليتيد جاينت سيل، يا فيروس يسوي ايش اسمه هاي، يا فيروس عندكم الكورونا فيروس ايضا يسوي سنسيشيال فورم، عندكم الكورونا فيروس يسوي لنا سنسيشيال فورم. يا فيروس يكون الاجسام الملتحمه اللي هي الانكلوجن بوديز، ذني كلنا تركزوا لي عليها. عندكم سؤال طلاب؟ بالتوفيق يعني، وعندكم بالعشره محاضره ويا دكتور عدنان.